بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين صاحب الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم آياته مخاطبا رسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة في سورة الأعراف الآية 199: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الآية 133: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نعم، نتكلم اليوم بإذن الله عن خلق العفو عند نبي خاتم نزل عليه الوحي وهبط عليه جبريل ووصل سدرة المنتهى، له شفاعة كبرى ومنزلة عظمى وحوض مورود ومقام محمود ولواء معقود. نتكلم بإذن الله عن عفو إمام وأسوة معنا بهداه في كل شاردة وواردة. فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محمود عند الله بأنه رسوله المعصوم وعبده الصالح وخليله من أهل الأرض، ومحمود عند الناس لأنه قريب من القلوب، حبيب إلى النفوس، مبارك أينما كان، محفوف بالعناية أينما وجد، محاط بالتقدير أينما حل وارتحل. حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها صقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فما دام هو رسول الله فلا بد أن يكون أحلم الناس وأوسعهم صدرا وألينهم عريكة وأذمثهم خلقا وألطفهم عشرة، فقد كان يكظم غيظه ويعفو ويصفح ويغفر لمن زل ويتنازل عن حقوقه الخاصة ما لم تكن حقوقا لله، وقد عفى عما ظلمه وطرده من وطنه وآذاه وسبه وشتمه وحاربه، فقال لهم يوم الفتح: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أخرجه الإمام الشافعي في الأم والطبري في تاريخه والبيهقي في السنن الكبرى. وعفى عن ابن عمه سفيان يوم الفتح لما وقف أمامه وقال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقد واجهه الأعراب بالجفاء وسوء الأدب فعفى وصفح، وقد امتثل أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: فاصفح الصفح الجميل، سورة الحجر الآية 85. فكان لا يكافئ على السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، وكان لا ينتقم لشخصه بل إذا غضب ازداد حلما، وربما تبسم في وجه من أغضبه، ونصح أحد أصحابه فقال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وكان يبلغه الكلام السيء فيه فلا يبحث عن من قاله ولا يعاتبه ولا يعاقبه. وورد عنه أنه قال: لا يبلغني أحد منكم ما قيل في، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود. وبلغه ابن مسعود كلاما قيل فيه فتغير وجهه وقال: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا وصبر. وقد أوذي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة، قد أوذي من خصومه في رسالته وفي عرضه وفي سمعته وأهله، فلما قدر عليهم عفى عنهم وحليم عليهم، وقال: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه أبو يعلى والبيهقي. نعم. وقال له رجل: اعدل. فقال: خبت وخسرت إذا لم أعدل. نعم. حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. ولم يعاقبه بل صفح عنه، وواجهه بعض اليهود بما يكره فعفى وصفح. وقد وسع بخلقه وتسامحه الناس، وأطفأ بحلمه نار العداوات، ممتثلا قول الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. سورة المؤمنون الآية 96. وكان مع أهله أحلم الناس وأعفاهم، وكان يمازحهم ويلاطفهم ويعفو عنهم فيما يصدر منهم، ويدخل عليهم بساما ضحاكا يملأ قلوبهم وبيوتهم أنسا وسعادة. يقول خادمه رضي الله عنه أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي في شيء فعلته لما فعلت هذا، ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعل هذا. وهذا غاية الحلم ونهاية حسن الخلق وقمة جميل السجايا ولطيف العشرة، بل كان كل من رافقه أو صاحبه أو بايعه يجد من لطفه ووده وحلمه وعفوه ما يفوق الوصف، حتى تمكن حبه من القلوب فتعلقت به الأرواح ومالت له نفوس الناس بالكلية. فأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرني الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، قد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحمة المهداة، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ القمة والدرجة العالية في العفو والصفح، كما هو شأنه في كل خلق من الأخلاق الكريمة، فكان عفوه يشمل الأعداء فضلا عن الأصدقاء. فهو صلوات الله عليه وسلامه أشرف من ذكر، وأجل مصلح وهاد، جليل القدر، مشروح الصدر، مرفوع الذكر، رشيد الأمر، القائم بالشكر، المحفوظ بالنصر، البريء من الوزر، المبارك في كل عصر، المعروف في كل مصر، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه. ما نجم بدا وطائر شدا ونسيم غدا ومسافر حدا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، على آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.